بالنسبه لليوم الفرد كان في المتناول الجميع الاسئله هما هذوك. الاساتذه داروا خدمتهم حرصوا مزيان، وبالنسبه للفرد سميتو الوقت كان كافينا. الاجراءات كانوا هما هذوك، الحارس العام داروا كلشي دار خدمته. وبالنسبه للتلاميذ ما كانش حلات غش، ما كانش كاع حلات غش. دابا دوزت يلا خرجه من امتحان ديال الفيزيك، هو صراحه كان مزيان، كان في المتناول ولكن كان طويل شويه بزاف، وعطاو لنا بزاف ديال لي بياج الصراحه. ولكن الميكانيك كانت هي هذيك، الشيميائيه كانت هي هذيك، النوكليير ديال الله عاوتاني صعبوا لنا معاه شويه. والاساتذه اللي حداونا كانوا عاديين مزيانين، كانوا كيعانونا. كان واحد الدري كان شاد السخفه وكيعرج، عاونوا وخرجوه باش يغسل ليه وجهه وخلونا. ما اللي كنقول كيحيدوا لي داكشي، كيقول لي جمع النقره وصافي. وصراحه سي بون، الفيزيك كان مزيان ان شاء الله شي 16 شي حاجه بحال هكا، وبون شونس لكلشي. اليوم دوزنا امتحان الفيزيك، كان في المتناول. غير اللي ما بغاش امتحان ساهل، اسئله خاصها يخدم بنادم بالعقل ويبدا باللي كيسيون ساهلين، فهمتي. كاني كان راجعتها مزيان، فهمتي، صارت معاها وتقاتلت معاها. المهم داز الحمد لله كلشي مزيان. ها اللي ما بغاش هذا العام الامتحان ماشي بحال ذاك العام، ذاك العام كان مسحر واحد شويه، فهمتي. والله ان شاء الله كنتمنوا الخير لكاع الناس، وان شاء الله اللي ما جابش في العاديه راه كاين الراتراباج ممكن ان شاء الله، واللي ما توفقش هذا العام يتوفق العام الجاي ان شاء الله. والحمد لله اليوم كان الامتحان في المتناول، يعني مقارنه بالسنه الماضيه تحت الامتحان هذا العام سهل. انا بالنسبه لي اللي كيخدم مزيان راه غادي يجيب مزيان. قاعد ديك التمارين اللي كنا ضربناها يعني العام كامل وحنا تنبريباريو، غير هو حنا بدينا البريباراسيون بكري شويه، وداك الشيء علاش وليت يخدم مزيان. راه الامتحان غادي كنا معولين على لي زوند وما تحطوش لينا، مي كوم بعدا الحمد لله راه الامتحان اللي خدم فيه راه غادي يلقى فيه راسو، ونتمناو من الله شي نقطه مزيانه ان شاء الله. بالنسبه لي انا اش غادي نقول للناس اللي كيدوزوا الناسيونال، هو انه راه ماشي نهايه العالم الا ما درتيش كاع هذا العام، راه تقدر دير في السنوات المقبله. والستريس راه ما كينفع بوالو اون فان دو كونت، الا فيك ستريس راه غير ما غاديش تجاوب مزيان. مي انا كنفضل انه الانسان يركز على الامتحانات ديالو ويبريباري في الوقت ويجيب الله التيسير.